السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج مع الناس. هذا البرنامج الذي عملنا جاهدين على أن نطور في يعني أسلوبه بحيث يستطيع المواطن أن يوصل صوته. اليوم أصبحت الآلية متاحة لجميع السادة المشاهدين ولجميع المواطنين أينما كانوا أن يدلوا بدلوهم في هذا البرنامج. قد ربما تكون هذه الآلية هي الأبلغ، أحيانا يكون أسلوب المواطن البسيط العفوي هو الرسالة الأبلغ. ربما المذيع أو الإعلاميين أو الكاتب الصحفي له أسلوب ربما مختلف، لكن ربما تكون كلمة المواطن والمتصل صداها أبلغ وأكبر. في هذه الحلقة مشاهدي الكرام وضعنا عنوانا هو الحديث حول النهب والبسط الذي تتعرض له الأراضي والممتلكات العامة للدولة في المناطق المحررة على وجه التحديد، وحتى في المناطق التي تحت سيطرة الميليشيا الحوثية. طبعا قد بسطوا على الدولة كلها، وكذلك حتى في هناك مشاكل في الممتلكات الخاصة من أراضي خاصة ومن ممتلكات. وقبل البداية والانطلاق واستقبال الاتصال، نذكر أولا بأنه المشاركة أو آلية المشاركة هي أن يقوم من يرغب بالمشاركة بكتابة رسالة نصية ثم يرسلها إلى تلفون البرنامج أو جوال البرنامج. في هذه الرسالة مكتوب مع الناس، وللتذكير برقم البرنامج، رقم البرنامج هو 00966551614290. هذا هو رقم البرنامج. خلال أيام الأسبوع يستطيع أي إنسان أنه يبعث برسالة نصية مكتوب فيها مع الناس، ونحن سوف نقوم بالتواصل معه. أو كذلك من يرغب بإرسال رسالة صوتية، تسجيل صوتي عن موضوع معين أو فكرة معينة، فالمجال كمان متاح وهذه الآلية معمول فيها. أو فيديو، من يشاهد هناك يعني ربما شاهد موقف معين أو يحب أن يتحدث بطريقة أنه يسجل فيديو، فأهلا وسهلا بالجميع. أول المتصلين معنا أحمد، مرحبا أحمد. يا هلا ومرحبا أحمد، أهلا وسهلا فيك. من وين تكلمنا أحمد؟ والله أكلمك أنا من عدن. أهلا وسهلا فيك وفي عدن الغالية، مرحبا يا أحمد، تفضل. والله بالنسبة لأراضي الدولة، فعلا أراضي الدولة أكثر الناس بيجوا يبسطوا عليها عشوائي وما يفكروش إيش يعني إيش أرضية الدولة ممكن تبني فيها مستشفى للجميع أو مدرسة أو أي شيء يعني يخدم المجتمع جميعا. يعني هذا هو أكبر يعني الغلط، والمشكلة إن معانا المكاتب العقارية أو مكاتب الأراضي الدولة هي مفروض إن هي تفرض إرادتها بقوة وجدارة، ما تخليش أحد يتعدي على الأرض هذه، يكون لها عسكر أو يعني سيطرة تماما هذا الأمر. حماية، قصدك تكون في حماية لحماية أراضي وممتلكات الدولة. أيوة. جميل. نعم. طيب تحب تضيف شيء يا أحمد؟ والله سلامتك الله يحفظك. شكرا لك يا أحمد. شكرا أحمد، كان معنا من عدن، تكلم إنه ضرورة تكون هناك في أجهزة تحمي ممتلكات الدولة مع إنه في جهاز موجود. نبيل. يا نبيل مساء الخير. أهلا وسهلا أخي نبيل، تكلمنا من وين؟ أنا أكلمك من دولة الإمارات العربية المتحدة، أنا أحد أبناء محافظة أبيان. أهلا فيكم يا من في بلاد زايد، شرفتنا والله، تفضل يا نبيل. حياك الله. أولا يا غسان تحياتي لك أنت، أنا أعتقدك من الشباب الرائع، دائما برامجك تخص المواطن وهذا الشيء الإيجابي اللي شفت معدوم في بعض وسائل الإعلام. الله يرضى عليك، شكرا لك. وأنا واحد من فريق عمل متكامل هنا في يعني قناة عدل الفضائية، وهذه شهادة نعتز فيها، وبالعكس حافز أن احنا نقدم الأفضل بإذن الله. وفقك الله أخسان. بالنسبة لموضوع الحلقة، أنا كان ودي أن أقول معك موضوع أخص شوي، الموضوع الأراضي هذا موضوع شائك، ومشكلة الأراضي بالنسبة لنا. نعم. أيوة نبيل، تفضل كمل.
بالنسبه للاراضي بالنسبه لاي دوله في اي مؤسسات لازم تكون في حوكمه. مشكله الاراضي في اليمن ليس المواطن اللي ياخذ الارضيه 12 في 12 او 15 في 15. مشكلتنا في اليمن المشكله الحكومه، والحكومه انا هنا ما اقصد مؤسسه الدوله، لا، بس اقصد رجالها. يعني هوامير الاراضي اكثرهم مسؤولون، وهذه اكبر مشكله. يعني انا سافرت في احد المرات ومريت على الطريق المؤدي من باب المندب الى عدن، شفت اسوار بالكيلومترات. لمن هذا؟ لفلان من نفس الحكومه. لمن هذا؟ لفلان من نفس الحكومه. مفهوم. ما هو مواطن عادي. مفهوم. على الحكومه تحاسب رجالها. مفهوم. يعني شخص كان في اعلى هرم الدوله. ايه مفهوم. طيب شوف الآن، أنت الآن يعني بعد 2015 هل تلاحظ، يعني هذا سؤال بريء، هل تلاحظ أنه يعني عملية ما يحصل في موضوع الأراضي موضوع عفوي وكأنه موضوع بسيط؟ يعني أنت تلاحظ، هل تشك أن في هناك أيادي تحرك هذا الملف وتقلبه؟ طبعا هوامير كبيرة، كيف لا، ليش لا، هاي الهوامير نفسها مستمرة يعني من سنوات. إذا كانت في الماضي واضحة، الآن تعمل من وراء الستار. طيب أنت تلاحظ ما ينتج. نعم. طيب تحب تضيف شيء أخي نبيل؟ أتمنى أنه الحكومة الجديدة والناس المخلصين أن يعملوا على وضع حد لهذه الفوضى، لأنها بالبداية مشكلة أرض، ثم بعدين اقتتال فيما بين الناس، ثم يعني بناء مدن غير شرعية، ثم بتأثر على الوضع، الخدمات، الماء، الكهرباء، الاتصالات، يعني أمور مش مخطط لها. لابد من معالجة هذه المشكلة. جميل. لأن حتى تكون عندنا مدن حديثة، مدن متطورة، المواطن يعيش بأمان، الكهرباء تكون بشكل صحيح، التوصيلات، المياه، الاتصالات، هذا الحل لازم أن يكون. هذه العشوائية يعني تحرف مسار التنمية على البلد. طبعا اكيد يا خسان. طبعا شكرا لك يا نبيل، سعيد جدا بسماع صوتك، وحيا بكم فيك وباخواننا من الامارات وباخواننا من محافظه ابين، حيا بكم البرنامج، برنامج شكرا الجميل. لك نتمنى تزورنا في الامارات وتسجل احدى برامجك من هنا ان شاء الله. ان شاء الله هذه الفكره موجوده، ان شاء الله عندنا برنامج ان شاء الله هو يمنيون حول العالم باذن الله، بتشوفونا قريب باذن الله، منتظرينك، حياك الله. شكرا لك. طيب عبد الكريم. ايوه عبد الكريم من اللواء الاخضر، مرحبا يا عبد الكريم. ايوه معك. مرحبا فيك، مساء الخير، تفضل يا عبد الكريم. مساء النور. تفضل، موضوعنا اليوم حول الاراضي والبسط والنهب اللي يحصل والتعدي على ممتلكات الدوله. ايوه تفضل يا عبد الكريم، ايش اللي تريد تقوله؟ يعني شيء نقدم شكوى ولا غير؟ والله تبغى تقدم شكوى، تبغى تعلق على الموضوع، يعني تبغى توصل رساله، في شيء عندكم في محافظه اب، يعني سعداء بسماع صوتك. يعني ما اقول لك، كل واحد في الجامعه. كيف يا استاذ؟ يعني اللي معه وساطه يبز ايش شيء من حق الدوله ولا من غير؟ يعني اللي معه وساطه يشل لها من حق الدوله. يا طيب واضح. يعني حتى اذا بمعنا ارض من لها استراتيجيه من قبل 50 سنه. معكم ارض لها 50 سنه؟ ايوه. وهي تحت ايدينا وفيها مزرعه، والان فيها ناس فيها وقالوا حبهم، يعني واحد من الدوله. ما اعرف. طبعا. تمام، ممتاز، يعني قالوا حق جدهم صح؟ ايوه قال ايوه من حقها، وهي تحت ايدينا لها 50 سنه. سواء، فين؟ في اب. ايوه. ربنا يكون في عونكم، وصلت الرساله. تحب تضيف شيء يا عبد الكريم؟ سلامتك. شكرا لك. طبعا في مشاكل كثيره بالنسبه لموضوع الاراضي، وانه يعني هذه حقه فلان وهذه حقه فلان، وهذه بيقول الحوثي الان يريدون كل شيء يقولون لهم، عجبته ارضيه وقال هذه الارضيه لنا لجدنا لبيت المال للزكاه الخمس، هذا داعشي، هذا مع اصحاب مأرب، هذا مع الشرعيه، هذا عميل خاين بيعطي، يعني يدبسوا لك اي تهمه تحت اي عنوان او اي بند، بحيث انهم يصرفوك او يصلحوا لك مشكله، ودخلوك بمحاكمات والأرض يبسطوا عليها ويضعوها تحت أيديهم. طيب ملف الأراضي يا جماعة أخواني الكرام يجر مشاكل كثيرة، وهنا فرصة في هذا البرنامج نحن ننبه الناس،
انه بتبدا بارضيه بعدين بتبدا بسجن بعدين يعني الى اطلاق نار ربما بعدين بتتطور الى قتل والى سفك دم وبعدين بتدخل هذه الامور اذا وصلت الى الدم الدم لا ينخش ولا يدول. اي انسان يتورط بقضيه الدم بيظل مطارد حتى يموت. يعني حتى لو فكرت انك انت قضيه ارض ومعك اصحاب ومعك معارف وبتروح وباتي وبترد بيجي يوم من الايام اللي قتلته بيقتلك. بيقتلك، ما فيها مجال ابدا. لذلك ايش اللي يحد الانسان انه يروح يتنمر على شيء ما هو له؟ او انك تروح على ارض ما وتبسط عليها هي حق الدولة يستفيدون منها في اي شيء وانت تروح تبسط عليها وتتورط بقضية قتل. طيب نجيب سعيد، حياك الله. مساء الخير يا استاذ نجيب. مساء الخير. مساء النور والعافية ان شاء الله. يا مرحبا بالإيجابية. من وين يا نجيب؟ من لحق. يا حيا بلحق الخضيرة، كيف حالك؟ حياك ابوي. الحمد لله تمام. اهلا وسهلا فيك، تفضل. نحن نتحدث حول موضوع الاراضي، انتم عندكم في لحق ما فيش مشاكل؟ لا تمام الان الحمد لله، يعني الامن واستقرار ويعني تمام، وتحديدا من طور الباحه يعني. ممتاز. طور الباحه. طيب موضوع الاراضي، ايش تعليقك على موضوع الاراضي وما يحصل من مشاكل في بعض المناطق في عدن؟ موضوع الأراضي هذه يعني فيها أوامر يعني كبيرة في السلطة نفسها أصلاً. من السلطة نفسها؟ من السلطة نفسها، يعني من أصحاب القرار، يعني هم اللي يبسطوا وهم اللي يسمدوا وهم. نحن معانا في أراضي خاصة يعني صرفت لنا من الإسكان واستولى عليها في واحد تاجر كبير يعني في عدن. هامور كبير يعني. يعني في 93 يعني صرفات لنا، ولا حد الآن يعني كنا نروح لعنده كان في معه حماية من الحكم الشمولي يعني في عدم نيام الأمن المركزي وال 77. والآن يعني احتكمنا الواحد شيخ على أساس أنه يعني نزل مهندس من الإسكان، نزلنا مهندس وقال أنه هذه الأراضي حقكم في هذا الحوش، وعطانا تقرير ولا رجع يعني خلف في كلامه يعني. طيب خير ان شاء الله. طيب تحب تضيف تعليقك انت على ما يحصل من جرائم ومن تداخلات بين اجهزه الدوله بسبب موضوع الاراضي؟ والله الاراضي هذه يعني بصراحه مشكله يعني استوت، يعني من هو يعني صاحب وساطه كبير وسمده ونفوذ في السلطه يعني هو يبسط، لكن الناس المساكين واللي هم صح يعني بلا بيوت بلا اراضي ولا انا بيحصل في شيء يعني. شكرا لك يا نجيب، شكرا جزيلا لك. نجيب كان معنا من لحق من طور الباحة. طيب يا عبد المجيد، حياك الله يا أخي غسان. أهلا يا عبد المجيد، حيابك وحياب صنعاء. ما بنتكلم يعني، شكرا لكم. ما بيعاني الشعب كدنا هبوه بلاد في صنعاء، ما عندنا احنا في صنعاء كدنا هبوه بلاد ودولة عشان نقول عن أرضية، كدنا نكتب كل عرض باب وقف حتى أي شيء وقف بنت البخاخ يقول وقف الحارس القضاي اجبتها سله سرقها، اجبهم ارضيه سرقوها، يعني ما عندنا ما يعني ما عم نتحاكاش عن اراضي. وقت حتى مسجد في شميله قلبوا السكن يعني جنب شميله عند حارس صغيره. يا ساتر باقي عندنا. نعم يا ساتر، رجعوا السكن لهم يعني قد المساجد المقابر، يعني حتى المواطن يعني اصبح عندنا يعني هؤلاء اصابه سرقه البلاد، يعني هناك من سهل لهم، هناك من دخلهم اليمن، هناك من بيسهل لهم يسرقوا يجينا محاضرات يعني يحرر القدس يحرر. احنا معاني ما يستشف واحد يتكلم في الشارع، ما يستشف واحد يعني تخيل حق الوقت عندنا في صنعاء، عندنا كان حق الوقت يدفع 1000 قرش 2000 3000، الان رفعوها بعشرات الالاف، يعني مواطن مسكين مع ارض 3 4 لبن يقول له 6 مليون مليون ونص. هؤلاء ما من اين كوكب جاءوا لنا؟ يقول لك من حتى اهل البيت. هؤلاء اصابه دخلت دمرت الاخضر واليابس في صنعاء. ما دخل يعني يعني روح القدس الله يعينك حر القدس. طيب ما دخل القدس في بيتي في ارضيتي في يعني الاوقاف حق الناس؟ يعني في ثقافه، هذه ثقافه خطيره، يعني انت تبسط على حق الناس وتقول من اجل تحرير القدس، يعني تبي تشيل علي بيتي اقعد انا بلا بيت مشان تروح تحرر القدس لجيبك؟ انا بنسيبك قبل اوقف الامانه، اشوف مواطن بيكوف اجوز ما مش معاه ولا ريال وبينهب، يعني بيقولها 60 مليون
قيمة البيت 3 مليون وهو بيت شعبي، أتتك لك من أين بتقول لك؟ يعني تعاودوا لهم، هؤلاء نهبوا الأوضاع، نهبوا عقارة الدولة، نهبوا الفلل، يعني حتى أي بيت قالوا حق المرتزق، أي كذا أرضي قالوا هذه يعني بيع وشراء حق واحد مشبوه، يعني أصبحت دخول هذه الإصابة لازم لها حل، وهناك من يساندهم، اتفاق ستوكهولم هم قواهم، كذلك من بيسئلهم الصواريخ ويضربوا سعودية وغيرها. أكثر المغتربين في الخليج، أكثر ما يدعمنا الخليج. إذا الحوثي إذا احنا مد الكلمة عن السعودية ماذا يكسب؟ يستنزف الفلوس عن طريق مخابرات. هؤلاء لصوص في صنعاء نريد لهم حل عن طريق، يعني أنتم أخبر يعني بالنسبة نحن الآن والله أنك فوق الباصة بيشكو، فوق السيارات بيشكو، في الشارع بيشكو، البوابي بيشكو. إذا من هؤلاء هؤلاء ليسوا من ذرية آل البيت، هؤلاء لصوص يعني حتى على السقف وقت الزكاة ينهب الزكاة، ينهب قاعد ناجي حتى لو قال هذا كان لص، كان دور درس في الجامعة الكبير، يعني عصابة صالحة الخولاني هذا، ينهبوا المساجد، أجروا الأكاديمية القرآنية، سرقوا الحنفية في جامعة صالح، من لم يتركوا شيئا إلا وفعلوا. لم نرى مثل هؤلاء الجماعة أبدا 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 في التاريخ. التجار والمغول كانوا محترمين، أما هؤلاء تجار مخدرات، عصابات، سرق أراضي، نهب بيوت، هتك أعراض، يعني كل شيء دون عقلهم. في الأخير الله يفتح القدس وينصرها الغزة، ما ننصر نحن في صنعاء. نريد حل، نريد مجتمع دولي يتكلم عن هذه الإصابة والشلة. هؤلاء حتى معاهم قنوات، يعني مثلا قناة الهوية في شارع تعد نهبوا نص الأراضي حق إدارة حق إدارة حق جهاز الجوازات وهذا معناه محمد العماد. هذه شالها العماد لقناة الهوية. ايوه ويتكلم لك عن النهابين حق الاراضي والجمعيات. بوك برنهاب. لا هذا هو لم اوكي. لم نرى مثلهم يا غسان مثلهم، نريد لهم حل. هؤلاء حتى المخابرات اليوم في مؤتمر صحفي ان وزاره الزراعه فيها تدخل، هؤلاء كانوا يسرقون المساعدات 50 مليار دولار دخلت اليمن، وعندما اختلفوا مع المنظمات الدوله منهم جواسيس مخربين. أيوة. يعني وكيل الزراعه مفهوم هذا الشق. وكيل الزراعة هذا ضيف الله شملان معروف انه قد قتل الشعب اليمني بدخول سموم ممنوعة، ممنوع استخدامها يعني الإنسان الآدمي. تسلم يا عبد المجيد. يعني قضاء يعني في البوابة حق يقولوا جاءوا من الصرافي، صندوق المعارين عندنا في اليمن لا يحصل على ريال، وإنما هم جماعتهم كل شيء صرافة الشركات. طيب شكرا. وزير الصحة هذا طه المتوكل تخيل الدكاترة يشحتوا المستشفيات أصبحت زي الدكاكين واللغندات. طيب أنا أتمنى من المجتمع الدولي ألا يصدقوا. أنا أستغرب من الإعلام لما يتوا محاضرات قناة الجزيرة الآن بطلوا يتوا قناة محاضرات لأنه بيتشرح على الناس. هؤلاء أذرع لمخابرات دولية وتجار حروب ومخدرات، أراضينا بتنهب في البحار يعني صلواتنا. شكرا لك. عندما تنتشر طيب ينهبوا الأراضي في الجنوب، ينهبوا الأراضي في أهل أصابات، ينهبوا الأراضي في صنعاء، ينهبوا ثرواتنا السمكية. في هذا سبب الحروب. طيب تسلم يا عبد المجيد. شكرا لك أحييك. وهي هذا البرنامج هو فرصة لكم أن تتحدثوا وأن توصلوا صوتكم، ولو أنه نحن منذ البداية من 2014 وما قبلها نمتلك الأصوات الحرة زي عبد المجيد ما كان وصلنا إلى هذا الحال اللي احنا فيه. طبعا الأخ عبد المجيد هو يتصل من العاصمة صنعاء وهو يتحدث عن التجاوزات والبسط على ممتلكات الدولة والممتلكات الخاصة في المناطق التي تحت سيطرة الميليشيا الحوثية في صنعاء وباقي المناطق. وكذلك قبله تكلم الأخ عبد الكريم من إب حول أنه لهم أو عندهم أرض يملكونها من قبل 50 سنة، وأنه من أجا أو أجا من يدعي أنها ملكيته. طبعا ما قاله عبد المجيد يعني في شوية من يعني التمنع، لكن ما قاله عبد الكريم، لكن عبد المجيد اللي يتكلم من صنعاء يعني كما يقولوا اللهجة العادية نثرها، يعني وضح كل حاجة أنه حدد حتى بالاسم وكيل وزارة الزراعة وكيل وزارة الصحة محمد العماد فلان فلان هذولا، وكيف يعني يكون موضوع الأراضي وكيف أنهم يعني يستثمر أيوة في يعني في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية. طيب يا عمار، مرحبا يا عمار. مرحبا، مساء الخير. عمار من وين تكلمنا؟ من الرجان. من وين؟ ردفان. ردفان يا ردفان العزة والشموخ.
الله يعطيك العافيه. اهلا فيك، من وين من ردفان؟ من الحبيلين ولا من وين؟ من الحبيلين. نعم، احيابك وحياب الحبيلين، افتقدناها. طيب تفضل يا عمار. الموضوع حول الاراضي، حول البسط والاراضي. ايوه، الاراضي والبسط على اراضي الدولة او من استقوي حتى يبسط على اراضي لاشخاص يعني عاديين، وبالتالي ما ينتج عن هذه الفوضى من جرائم، من قتل، من نهب، من سلب، من تعثر للتنمية، من مشاكل. احيانا يحصل اصطفاف، احيانا يدخل تتداخل الجهات، تتداخل الأجهزة في موضوع الأراضي، وبالتالي تعليقك حول ما يحصل في ملف الأراضي خلال هذه الفترة. طبعا الأراضي بشكل عام هي أراضي الدولة أولا، وما كانت أراضي طبعا خاصة فهي مملوكة للناس شرعا وعرفا، لا يقدر يتصرف فيها أو بسطها أو يعني يأخذها بالقوة أو هكذا. نعم، أنت معي؟ أنا معك. نعم، فالدولة طبعا تفرض القانون وتعطي الناس الأراضي بطريقة قانونية، والإنسان مواطن يعني تحصل على أرضية على أراضي بطريقة سلسة وطريقة قانونية وطريقة شرعية. طيب، فالإنسان لا يجوز أن يتعدى على حقه سواء كانت أرضية أو مثلا نفسه أو عرضه أو ماله أو هكذا. مع ذلك طبعا الأرضية، الأرضية تعتبر ملك لهذا الشخص، ما عنده من وثائق واستدلالات عليها. طبعا اذا جاء شخص اخر وبسط على هذه الاراضي هناك ستنتج مشاكل كبيره، هذه المشاكل قد تؤدي الى القتل، تؤدي الى الوفاه وهكذا. طيب انت يا 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 عمار، عذرا للمقاطعه، في مشكله حصلت عندكم، انا تابعتها قبل اسبوع، في مشكله في منطقه حالمين، في دكتور تقريبا حصلت عنده مشكله على ارضيه لو لاحظتها، وكان العسكري يهدده والسلاح في يده، هل عندك فكرة عن هذا الموضوع؟ أنا عن نفسي ما سمعت عن هذه الأرضية، لكن العسكري إذا هدده هو مش لأي علاقة ما يقول طبعا. على كل حال، المهم الأراضي، أنت تعليقك، شوف الحين في مشكلة موجودة، يعني يتحدثون عن شخص اسمه علي عشال، وعلى أساس أنه تعرض لعملية اختطاف، وبالتالي الموضوع في الأساس يقولون أنه ناتج عن يعني شغل في الأراضي. طبعا قضية علي عشال قضية رأي عام لأن أصبحها في اليمن وخاصة عندنا في الجنوب. نعم. وهي طبعا الآن منتشرة، الناس طبعا عارفين بها قاطية يعني. أما أسبابها طبعا هي بشكل عام، يعني الرأي العام أنها سبب أراضي وأراضي. نعم. طيب، لكن نحن هكذا نقول سواء كان علي عشال أو غيره لا يجوز التعدي على شخص بعينه، سواء أخذ أراضيه أو تهديده أو قمعه أو أخذ ماله أو هكذا، طبعا شرعا قلنا وعرفا لا يجوز. طيب، طيب الآن ما يحصل من تسونامي فوضى موجود في موضوع الأراضي، سواء في عدن، في لاحق، في أبين، في ردفان، في كثير من المناطق، وبالتالي إيش الحلول؟ إيش كيف نوجد ضابط؟ يعني الضابط 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 يا عزيزي، اذا وجدت الدوله ستمحى او ستذوب كل هذه الخلافات الموجوده. الان نحن نعيش في عصر يعني ما في، خاصه في اليمن، غياب الدوله، الدوله الان مغيبه بشكل عام. فاذا وجدت الدوله الان ستضيع حادث ذوب هذه المشاكل بشكل عام، سواء الاراضي او الكهرباء او غيرها من المشاكل التي يعانيها المواطن بشكل عام، او يعانيها المواطن يوميا يعني كده. مسألة الرواتب، تأخر الرواتب، مسألة الكهرباء، انقطاع الكهرباء، بسط الأراضي، يعني أخذ حقوق الناس، هذه ستذوب متى ما وجدت الدولة. الآن الدولة مش موجودة طبعا. إن الله يرزق بالسلطان ما لا يرزق بالقرآن. أحيانا ولي الأمر إذا بسط يعني نفوذه وبسط سلطته وفن القوانين، هنا أنا أقول لك 100% أن ستكون هناك الدولة موجودة وستذوب كل هذه المشاكل الموجودة الآن. لكن الان مش موجوده الدوله طبعا، المشاكل الصلاه تظهر في اقصى الجنوب وشرق الجنوب وغرب الجنوب وشمال الجنوب، كل واحد يحسب نفسه دوله، كل واحد. ايوه، انا طبعا هكذا، كل واحد يشوف نفسه دولة. كل واحد يشوف نفسه دولة. لكن الان اذا غيبت الدوله ظهرت مشاكل. جميل، يعني الان هذا قلت لك، الان جميل. الآن الدولة مغيبة، الدولة وقرت فتقول كل المشاكل هذا بشكل عام، ناقضية الأراضي بطلة. جميل، شكرا لك، شكرا لك يا عمار، كنت معنا من ردفان من الحبيلين، شكرا جزيلا لك. طبعا الحديث حول ملف الأراضي يعني طويل، ولا 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 يمكن أن ينتهي. مشاكل الأراضي وما يدور حولها من صفقات، من يعني مجايدات، من تدخلات، من يعني محاولة أنه
في هناك من يحاول أن يدفع بملف الأراضي إلى أن يكون كمان مشكلة أمام الدولة وأمام قيادة الدولة في الوضع الحالي. المشاكل كثيرة موجودة، مشاكل أمنية، الميليشيا الانقلابية كمان موجودة في المناطق اللي تزال تحت سيطرتها وتشن حرب، في هناك مشكلة اقتصادية موجودة، في يقول لك ضيف مجموعة من المشاكل. موضوع الأراضي، الناس كلها تريد أراضي، والآن دخلت هذه الفوضى ويعني الغير طبيعية حقيقة. موضوع الأراضي موضوع غير طبيعي، اللي يقول لك أنه موضوع عفوي، لا، موضوع الأراضي بتحركه لوبيات، وكثير من الأخوة المتصلين تحدثوا أنه في هناك يعني أشخاص حتى كانوا في فترة سابقة في مراكز مهمة في الدولة يعني. طيب، فبالتالي هي مشكلة كبيرة موجودة في 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 موضوع ملف الأراضي. نتمنى أن تكون هناك أول حاجة في ثقافة عند الناس أنفسهم، لأنه شوفوا الطمع هو مهلكة. أنت لما بتفكر أنك يعني تطمع وتأخذ وتسلب وتنهب وبتستخدم، لو معك شخص مرتشي هنا ولا هنا ولا واسطة ولا أنت في مركز حكومي معين ولا كذا، ما بيوصلك هذا لنهاية، هذا بيوصلك لا حفرة، بيوصلك لا دم، بيوصلك لا رقبتك. التجاوز على حقوق الناس هو بداية المهلكة، لذلك وجب على الإنسان أول حاجة أن يتورع. الدولة مطلوبة أن تكون في دولة وأن تكون في أنظمة وأن تكون في قوانين وفي ضبط. برضو أجهزة الضبط، مش معقول أنه يعني نحن مكلفين بحماية الأراضي وممتلكات الدولة، ما نجعل هذا الموضوع للتكسب والتربح. يعني أنا لما أجيب شخص مكلف بأنه يحمي ممتلكات الدولة، بعد 3-4 سنوات الرجال طلع ملياردير، كيف يسوي هذا؟ قالوا هذا اللي عنده أوراق رسمية ما يكلمه، بس هو يدخل ويتشارك مع الشخص اللي ما عنده أوراق رسمية. أنت تشتي تبسط على أرض 3-4 قطاع، شلك 3-4 قطاع، ما عندك أوراق رسمية، بدخلك السجن، بمنعك، بهدم عليك، أعطني أرضية. لذلك الفساد المركب هذا مشكلة كبيرة، لابد ما يكون هناك في ضمير. يعني نحن بحاجة أن نغير التاريخ، مش بس بحاجة أن نحن نبني دولة، لإحنا بحاجة أن نغير التاريخ بقناعات يعني جذرية في موضوع إدارة بلادنا. طيب، هذا ما كان لدينا اليوم في موضوع الأراضي والمتصلين. دائما نحن ننتظر اتصالاتكم وننتظر يعني مشاركاتكم في هذا البرنامج. ومثل ما تحدثنا في بداية البرنامج، نحب أن نذكركم أنه يقوم من يحب أن يشارك بإرسال رسالة نصية إلى جوال أو تلفون البرنامج، يكتب فيها مع الناس، والكنترول يستلم هذه الرسالة، ومع بث البرنامج سوف نتواصل معكم. من حب أن يشارك بمقطع صوتي، سواء يعني فيديو أو سواء مقطع صوت فقط حول يتحدث عن مشكلة أو قضية معينة، هذا البرنامج هو فرصة أن تفصلوا يعني صوتكم وأن تتحدثوا عن جميع القضايا والمشاكل، سواء المناطق التي تحت سيطرة الميليشيا الحوثية وهناك المعاناة مرتفعة إلى أعلى المستويات، قاهر لا يرضاه الكافر ولا المسلم، في المناطق المحررة هناك في بعض المعاناة، هناك صح في بعض القضايا نتحدث، لأنه هناك في ملامح موجودة في دولة، موجود في أمن، موجودة في مجتمع يعني يستطيع أن يتحرك يعني ينكر المنكر ويعرف بالمعروف. ونتمنى من الجميع المشاركة وإحياء هذا البرنامج. وبالأخير نقول لكم دائما نحن مع الناس، إلى اللقاء.